جنوب افريقيا وشرق البحر المتوسط. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الى العاصمه الهنديه نيو دلهي، وفي استقبال سيادته عدد من كبار مسؤولي الحكومه الهنديه. زياره هي الثالثه من نوعها، اولى هذه الزيارات كانت في عام 2015 والثانيه كانت في عام 2016، وهذه هي الزياره الرسمية الثالثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الزيارة أيضا من المنتظر أن تشهد عدد من الفعاليات الأخرى التي سوف يشارك خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في استقبال عدد من كبار مسؤولي الجانب الهندي على رأسهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، رئيسة الهند، وأيضا وزير الخارجية الهندي، وعدد آخر من كبار ممثلي مجتمع المال والأعمال في الهند، للبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي.